دكتور أحمد بالعيطر، خبير دولي في تداوي بمياه الحموية. دونك المنتدى العالمي للتداوي بالمياه الحموية أو المياه الحموية أو السياحة الحموية كانت فرصة للمشاركة لخبراء دوليين من أوروبا وجيراننا الإخوة التونسيين، وكذا حتى من آسيا بحضور خبيرة من الصين. دونك هذه فرصة لنظرا لما تزخر به البلاد من طاقات ميت بونتونسياليتي ترمال يعني على المستوى الوطني، زيد لها الساحل اللي عندنا يقدر بحوالي 1600 كيلومتر، دونك هذا اللي يكون فيه العلاج عن طريق المياه البحر لاتراسوثيرابي. دونك سي اون اوكازيون ان شاء الله تزيد تتكرر هذه المبادرة اللي تكون فيه تبادل، وان شاء الله كاين فيه العشيه بعد التدخلات تاع المختصين والخبراء راح يكون ورشات العشيه، زوز ورشات اللي راح نتطرقوا فيها عن طريق الطرق العلاجيه، والورشه الثانيه راح تكون تخص الاستثمار في السياحه الحمويه. ونشكر كل الحاضرين وكل اللي ساهموا في نجاح تاع هذا المنتدى اللي ان شاء الله تكون تولي تتكرر ان شاء الله في اخر وقت. برعايه ايمو براو كاع نبراو.